اسمح لي بداية أن أرحب بوجود السيد لوكوك معنا اليوم وأن أشكره على الإحاطة التي قدمها للسادة أعضاء المجلس. السيد الرئيس، لم تدخر حكومة بلادي منذ بداية الحرب الإرهابية التي فرضت علينا، لم تدخر أي جهد للقيام بواجبها في تلبية جميع الاحتياجات الإنسانية للسوريين ممن تأثروا من جراء هذه الحرب الإرهابية غير المسبوقة. كما حرصت بلادي دائما على التعاون مع الأمم المتحدة ومنظماتها العاملة في المجال الإنساني في إطار المبادئ التوجيهية التي أرساها قرار الجمعية العامة رقم 46/182، وفي مقدمتها مبدأ احترام السيادة الوطنية للدول. وبناء على ذلك اتخذت الحكومة السورية جملة من الإجراءات التي مكنت الأمم المتحدة من العمل في سوريا على مدى سنوات الأزمة بكل فاعلية وأمان، وتوسيع نطاق أنشطتها الإنسانية بشكل مضطرد وفاعل. أشدد على كلمتي فاعلية وأمان لأنه على امتداد السنوات الثماني التي تشكل ما يسمى اعتباطا بالأزمة السورية، لم يتعرض أحد من العاملين الإنسانيين الأمميين للخطر في بلادي. طبعا هذا الكلام لم يكن مجانا، لأن الكثير من ضباطنا وجنودنا ورجال قواتنا المسلحة دفعوا من حياتهم ثمنا لحماية الموظفين الأمميين. أؤكد هنا من جديد أن الحكومة السورية مستعدة لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة ودولها الأعضاء ذات النوايا الصادقة لتحسين الوضع الإنساني ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في سوريا وتوفير البيئة المناسبة لعودة اللاجئين والمهجرين السوريين إلى وطنهم بأمان وكرامة. بمعنى أنه لا يجب أن ننسى أن هناك تنمية مستدامة يجب أن تتم وتجري في سوريا بشكل يوازي المساعدات الإنسانية. لا يجب أن نفصل هذين المسارين عن بعضهما البعض. هنا تتضح وتتبين لكل ذي بصيرة من لديه نوايا سليمة تجاه بلادي ومن لديه نوايا سيئة تجاه بلادي. السيد الرئيس، لقد اعتمد مجلسكم هذا 8 قرارات حول الوضع الإنساني في سوريا، وعقد مئات الاجتماعات، ونظر فيما يقارب 60 تقريرا حول الوضع الإنساني في سوريا، إلا أن جميع هذه القرارات والاجتماعات والتقارير ستبقى قاصرة عن الإسهام في التخفيف من المعاناة التي يتحملها الشعب السوري ما لم تتم معالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراء معاناة السوريين. واسمحوا لي هنا أن أشير إلى النقاط التالية التي يمكن أن تساعدكم على فهم هذه الأسباب الجذرية الكامنة وراء معاناة السوريين، وهي المعاناة التي تحدثتم عنها للتو في بياناتكم جميعا. أولا، إننا على ثقة بأنه كان بمقدورنا سويا تحقيق إنجازات أكبر في حال التزم بعض الشركاء في الأمم المتحدة منذ البداية بمبادئ العمل الإنساني، لا سيما الحيادية وعدم التسييس والتعاون والتنسيق الكاملين مع الحكومة السورية باعتبارها الطرف الأساسي المعني بتلبية احتياجات السوريين، بما في ذلك من قبل أعضاء مجلس الأمن حاملي القلم الإنساني الخاص بسوريا والذين لم يبادر أي منهم للتنسيق والتشاور مع الجانب السوري. في هذا الإطار نعرب عن ارتياحنا للقاءات الإيجابية والحوار الصريح المتواصل مع السيد مارك لوكوك وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومع غيره من ممثلي الأمانة العامة سواء في دمشق أم هنا في نيويورك، والتي نأمل أن تشكل أرضية جيدة لتحقيق تقدم ملموس خلال العام الحالي في العمل الإنساني والتنموي بعيدا عن الضغوط السياسية وإملاءات المانحين. نحن نرى في العمل الإنساني أيها السادة فعلا نبيلا
وليس عقدا للإذعان السياسي. ثانيا، لقد طالبنا على مدار السنوات الماضية معدي تقارير الأمم المتحدة بعدم تضمين تقاريرهم معلومات مستمدة مما يسمى بالمصادر المفتوحة أو من وسائل الإعلام الغربية والعربية المعادية لبلادي، ونبهنا مرارا إلى خطورة استناد بعض الدول الأعضاء في مقارباتها للوضع في سوريا إلى أسس خاطئة وتقارير مغلوطة ومعلومات مشبوهة. ولقد أثبتت الأيام وجاهة موقفنا هذا، وقدمنا لكم القرائن على ذلك في العديد من الرسائل والبيانات، ومنها على سبيل المثال للحصر اختلاق قصة الطفل عمران في حلب والطفل حسن دياب في دوما، وكذلك قيام وزارة الداخلية المصرية في شهر كانون الأول ديسمبر 2016 بضبط 5 أشخاص وطفلين كانوا بصدد تصوير مشاهد دموية مفبركة في مدينة بورسعيد المصرية، لكي تعرض هذه المشاهد لاحقا على أنها في مدينة حلب السورية. طبعا هذا ناهيك عن الفبركات العديدة لما يسمى بالخوذ البيضاء، بإعاز من استخبارات دول غربية حول الاستخدام المزعوم للمواد الكيماوية، كي تقوم دول دائمة العضوية في هذا المجلس بارتكاب العدوان تلو العدوان على بلادي من خارج إطار الشرعية الدولية، وكأن هذه الشرعية لها رأسان، رأس شرعي ورأس غير شرعي، رأس شرعي داخل هذا المجلس ورأس غير شرعي من خارج هذا المجلس. أود هنا أن أشير إلى قرينة جديدة سيد رئيس، تتمثل في إعلان مجلة دير شبيغل الألمانية أن مراسلها كلاس ريلوتيوس، هذا هو اسمه، الحاصل على جوائز عالمية، كان يقوم بفبركة الأنباء وتلفيق التقارير الإخبارية ضمن مواده الإعلامية حول الأزمة في سوريا، أي أن المرآة الألمانية، دير شبيغل معناها بالعربي المرآة، أي أن المرآة الألمانية لم تعكس الصورة كما هي. ثالثا، إن إنهاء معاناة السوريين أيها السادة تتطلب من جملة أمور ما يلي: أولا، الالتزام التام باحترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها، وهي كلها أمور وردت في قراراتكم أنتم، ودعم جهود الحكومة السورية في المجالين الإنساني والتنموي، والامتناع عن أي ممارسات تمثل انتهاكا لتلك المبادئ السامية، ومنها الترويج للعمل عبر الحدود ومن خلال مكاتب ذات أجندات معادية تمارس أعمالها في دول مجاورة شاركت في انتهاك سيادة بلادي. ثانيا، التعاون الصادق مع الحكومة السورية في مكافحة ما تبقى من فلول العصابات الإرهابية المسلحة، ووقف الدعم الذي تقدمه للإرهاب حكومات دول معروفة. أؤكد على أن تواجد تنظيم جبهة النصرة المدرج على قوائم مجلس الأمن في إدلب يتطلب توحيد جهود المجتمع الدولي للقضاء على هذا التنظيم الإرهابي، وذلك بموجب قراراتكم ذات الصلة بمكافحة الإرهاب. ثالثا، إنهاء التواجد اللاشرعي للقوات الأجنبية الأمريكية والبريطانية والفرنسية والتركية من على أراضي الجمهورية العربية السورية كافة، وهي القوات التي تدعم الإرهاب وتعيق العمل الإنساني، كما هو الحال بالنسبة لمخيم الركبان الواقع في منطقة التواجد اللاشرعي للقوات الأمريكية، ووقف جرائم التحالف الدولي اللاشرعي التي أدت إلى استشهاد وإصابة آلاف المدنيين السوريين وغالبيتهم من النساء والأطفال وتدمير البنى التحتية. رابعا، الالتزام بقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد عدم شرعية التدابير القسرية أو حادية الجانب التي أثرت بشكل كبير على حياة السوريين وأعاقت حصولهم على احتياجاتهم اليومية الأساسية والمعيشية. إن هذه التدابير التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض حلفائها تمثل إرهابا اقتصاديا بحق الدول الأعضاء المستهدفة ومنها بلادي،
ووسيلة لزعزعة أمنها واستقرارها من خلال ممارسة الضغوط الاقتصادية بعد إخفاق تدخلاتهم السياسية وممارساتهم العدوانية العسكرية ودعمهم للإرهاب. السيد الرئيس، تؤكد بلادي التزامها بالحل القائم على العملية السياسية بقيادة وملكية سورية، وقد أكدنا للمبعوث الخاص السيد جير بيدرسون خلال الزيارة التي قام بها إلى دمشق قبل أيام عن استعدادنا للتعاون معه من أجل إنجاح مهمته لتيسير الحوار السوري السوري بقيادة سورية بهدف التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا، والذي هو مصلحة سورية بما يؤدي إلى القضاء على الإرهاب وإنهاء التواجد الأجنبي غير المشروع على كامل الأراضي السورية، ويحافظ بشكل فعلي على وحدة وسيادة واستقلال سوريا. شكرا سيد الرئيس.